ومع استئناف العمل في المؤسسات والجهات الحكومية ضمن المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وضعت وزارة الكهرباء والماء آلية عمل منسقة لعودة العمل بعد التوقف بسبب الظروف التي وضعتها أزمة كوفيد-19. خطة العودة شملت عدة جوانب، منها توفير سلاسة وسلامة دخول الموظفين وتطبيق الإرشادات الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية في المبنى الرئيسي للوزارة والمباني التابعة لها. وضعت وزارة الكهرباء والماء من خلال لجنة خطة متابعة العودة آليات تنظيمية، منها عملية الدخول إلى الوزارة من خلال نظام آلي وباركود، وتم تدريب الموظفين على كيفية حجز المواعيد والتطبيقات الإلكترونية. التصريح هذا عن طريق الباركود يكون موجود على الإيميل واصل له، يبرز عن طريق الموبايل للأخوان في الأمن والسلام. احنا وزعنا 4 نقاط للاستقبال، لو تلاحظين الدخول من خلال الباب الرئيسي متاح لمن لديه بطاقة الوزارة، ومن ثم يتم من خلال المراكز الأربعة اللي عند مراكز المصاعد الرئيسية عندنا في المبنى هنا، يتم التدقيق على وجود تصريح. التصريح لضرر أن نضمن أن هذا الشخص هو المخول أن يحضر خلال هذه الفترة، حتى نضمن أن النسبة لا تزيد عن 25%، وأن هذا الشخص هو المطلوب أن يكون حاضرا في هذه الفترة الزمنية. إرشادات توعوية لضمان وجود التباعد تم توزيعها مع المعقمات على مداخل الوزارة والمصاعد والممرات وحتى في مكاتب الموظفين مع اتباع الاشتراطات الصحية الضرورية. يمكن لو تلاحظين المبنى فيه كثير من اللوحات الإرشادية متاحة، رتبنا موضوع غرفة خاصة بالعزل وإن شاء الله ما نحتاجها لمن يظهر عليه حالة من حالات الاشتباه بالكورونا إذا كان هناك في أثناء الدوام الرسمي، وحراسة تكون موجودة في موقع سهل وجيد التهوية حسب الاشتراطات الصحية. جميع مقرات الوزارة الخارجية أيضا عندهم من ضمن التعميم نفس الترتيبات هذه تكون موجودة. قامت الإدارة المختصة في قطاع الخدمات الإدارية بوزارة الكهرباء والماء بتوفير الكمامات والمعقمات، في اهتمام بتنظيف والتعقيم المستمر. طبعا احنا في جزء التنظيم الاخر داخل المكاتب هناك ترتيبات بحيث انه يكون الموجودين، طبعا النسبه الان قليله 25% الى 30% من قوه العمل. مع هذا الذين يداومون يجب ان يكون هناك ايضا تباعد فيما بين العاملين في المكاتب. وزارة الكهرباء والماء من خلال نظام حجز المواعيد المسبق الذي جهزته سوف تباشر في استقبال المراجعين. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.